الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Sila penuhkan saf, luruskan saf dan rapatkan saf. Rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi shudurin jannati wan nar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri waswasil nas. صلي فضلا يشاء يا بركاتنا دنيا الله تعالى. الله أكبر. وجهة وجهة لجوا الرأس الله شقيق الصلاة ونسوك الحياة والمات بالعلم شريك الله جميعا وطبنا والمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام ولا طاعتك سبحانك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لم يتخذ له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الملك لها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. صلاة التراويح من قيام رمضان أثابكم الله. الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. صلاة التراويح من قيام الشهر رمضان أثابكم الله. استووا صفوفكم رحمكم الله. تلك انصاف نورس كنصاف رفرب كنصاف الله تعالى صلي وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. بسم الله ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر ربي اغفر لي ولحبي ولجماعي وصحبي الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر تحيات وبركات الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعظمك فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا
وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما صليت على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بك من الله. سبحان الملك المعبود. سبحان الملك الموجود. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم، تحب الأفوى فاعف عنا وأموال دينا وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تمام sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah fardu isyak secara berjemaah, kemudian teruskan dengan malam Ramadan dengan solat sunat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok jam ni takut lebih 5 minit. Tak. Lebih-lebih ni orang tengok jam ramai-ramai. Jam situ Arab. Saya tak mana-mana Arab, takut salah. Jadi sekarang ni 9:18. Kalau lebih 5 minit tu nak angkat tangan deh. Lebih. Apa gitu. Jadi alhamdulillah kita dah masuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Ramadan. Sebab apa? Sebab petang Ramadan, petang megang pun ada orang mati. Betul tak? Deh. Petang megang pun ada orang mati. Tak sempat dia nak masuk maghrib Ramadan. Kalau kita kalender Islam ni maghrib lah. Bila masuk maghrib start tarawih kita lepas isyak deh. Ada orang tak sempat masuk. Hadis yang masyhur kita dengar, awaluhu rahmah wa ausatuhul maghfirah wa akhiruhu izkum minan nar. Dia tak dapat tahun ni 1440 berapa. Nah, tengok kat tepi. Dah biasa. Masa periksa dulu memang kita ndigu dulu kan. Tapi le ni pun macam biasa lah. Saya tanyalah kat tepi tu. Tahun ni ada orang tak sempat masuk. Walaupun dia baca doa setiap kali solat, dia baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Dia minta dengan Allah nak masuk Ramadan. Ramadan ni tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, tak ada. Orang dapat Ramadan ni seperti dia hidup berapa lama? Darak-darak. Kalau dapat Lailatul Qadar tu, dia tak sempat dengan umur dia hidup pun. Deh. 83. Ibadah satu malam tu hebat tak hebat? 83 tahun. Masya-Allah. Rugi tak kalau kita tak training? Kalau kita ni nak masuk mana-mana pertandingan, kita training tak? Training tak? Nak temuduga kita training. Training depan Tok Imam ke? Takut nak jadi lagi? Tak? Main duduk depan mufti, depan timbalan mufti. Kita kena biasakan diri kita. Maka 10 terakhir nanti, itulah final kita untuk siapa yang dapat. Ada orang, Masya Allah, aku tertidur, tak semayang sekarang. Allahu Akbar. Rugi tak? Okay. Jadi man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni sangat masyhur. Okey, sangat-sangat masyhur. Saya rasa kampung Gontok Nasik ni ingat belaka. Neh. Ingat hadis, ingat perawi diroyah dia. Neh. Hadis apa riwayat ni? Imam Bukhari. Nah. Ya, hadis ni hadis kuat. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam ni, start daripada buka puasa tadi, maya tarawih, maya isyak secara berjemaah, dia menghidupkan Ramadan dengan sembahyang dan zikir dan baca Quran, itikaf,
Maka dalam ibadah ni, setengah ahli tasawuf sebut ibadah ni orang yang beribadah menghisap. Dia kira. Aku sembahyang sunat ni aku kira ni. Betul tak? Aku kira. Orang ni dia beribadah seperti pedagang. Orang berniaga nak boleh? Nak untung. Boleh cakap lah kita tolong orang, kita tolong. Tak. Nak utuh lah. Tak. Hak tolong orang tu luar pula. Ambil keuntungan tadi, pergi tolong orang. Betul? Neh. Ulama tasawuf sebut orang yang berkira-kira. Tapi hadis ni mari masuk bulan Ramadan, Nabi sebut man kana yu'minu billah wal man qama Ramadan imanan wahtisaban. Dia boleh dikira-kira-kira sembahyang dia berapa kali, 8 ke 20 ke tak, dia kira. Qiyamullail dia, dia kira. Allah bagi kita kira. Ni hadis ni, berlandaskan hadis ni. Lalu Allah menghapuskan dosa dia seperti mana dia waktu awal-awal dulu. Ha deh. Orang hok dengan orang dia dak lepaslah. Deh. Hutang orang banyak. Banyak-banyak oi dia tu lepas eh. Dak. Deh. Ha dak. Jadi itu malam satu hadis. Satu hadis lagi siang. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan siang Ramadan. Soma Ramadan ni dia maksudnya menghidupkan siang dia. Kita buat benda siang tu. Dah, kita buat benda. Ha? Tahan lapar je. Tahan lapar sama dengan budak-budak baru belajar puasa. Kita kena berpuasa dari segenap sudut. Mata kita, hati kita, anggota kita, mata lidah kita. Mungkin hari ini kita boleh bersabar untuk bercakap, tapi tak ramai bersabar dengan jari. Siam. Kita ngepek dalam WhatsApp group ke, dalam Facebook ke, kan? Tak sabar. Dia tak boleh nak menghisap kehidupan siang dia, puasa di siang hari dia dengan kira-kira yang baik. Maka orang ni rugi ke tak? Dia rugi. Maka Ramadan ni sebenarnya memang betul lah istilah dia madrasah, nak mendidik. Hari ni saya nak kongsi satu benda. Anak-anak yang kecil, kita nak mengajar dia mengenal Tuhan. Bulan puasa ni salah satu tempat dia untuk kita mengajar anak kita mengenal Tuhan. Mengenal Allah macam mana? Abang kena puasa. Kalau dia minum air, Allah tengok kabar dia. Kalau abang makan, Allah tengok. Hari inilah kita boleh didik akidah anak-anak kita dengan berpuasa. Di sinilah terkaitnya puasa dengan akidah. Maka saya rasa cukuplah sekadar tu. Masing-masing tengok, jangan ni nak pergi tubik makan pulak. Tak, buka nak makan nasi lagi. Jadi kita cukup dulu setakat ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan temukan kita dengan Lailatul Qadar pada puasa kali ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. ربي الفلي والحمد وجبه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.
الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بك من فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم عليه. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا عليك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ربي العالمين. بسم الله. الله أكبر. من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. الله أكبر. ربي وجلي والحمد وجب وجب. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود،
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أوتروا ومجدوا وعظموا من شهر الصيام رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه ويتيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليك يا نبي. السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا نيتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في حياتنا وأعمالنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استجب اللهم دعاءنا يا الله، استجب اللهم دعاءنا يا رحمن، استجب اللهم دعاءنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا رحمن، فاعف عنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.